ذكريات حلوه كويتيه وعتيجه. هذه ترى مو قالوا قلنا اي والله احنا مدونه في المحاضر في الروابط صح معنا العم الاستاذ عبد اللطيف الصقر من الشخصيات الكويتيه اللي نعتز فيها لله رب العالمين. شنو تتذكر عمي من المدسمه القديم؟ كثير من الشخصيات يعني كانت من دور بارز في الكويت من ضمنهم يعني اسمي السائل من هو؟ الوالد السيد يسور القرفاعي صار أحد يعني الشخصيات كان من يسمى نائب بعدها صار كثير صار يعني كان هو طال عمرك عميل سليمان العسكري ولا العزيز الامين العام؟ لا كان عميل الامين العام اول ما كان علي الروضات. ايوه هاي تاريخ دوله الكويت. بعدها صار سالم العسكري صار شريد المعاشر فيه. أيوة الوزير. وبعدين تبعها يعني صار كندري علي مو علي علامة كندري. إيه. وبعدين بعد علامة كندري عادل حاليا عادل تقاعد عادل اللواني. إيه صح. والحين يعني الحين مسك بصليب الأمطاري. إيه موقت يعني إنسان ما توقت يعني. بس عمي انت اول مجسم لحقت عليه الاستاذ العم عبد اللطيف صقر اول مجسم كان براسة العم علي الصقر ولا سعود الرزاق ولا لا اول اول تاسيسي كان عبد اللطيف من السرعان زين عبد اللطيف الغانم ايوه ثاني الغانم ومجلس الامه اول رئيس كان علي الصقر بعدين صار سعود عبد الرزاق وبعدين عادي أحمد السرحان وبعدين هي خالد غنيم وبعدين خالد غنيم هي محمد العدساني وبعدين هي أحمد السعدوف وبعدين هي ناصر الخرافي والتسلسل هي بعدين علي الراشد رزوق الغانم ورجع أحمد العم عبد العزيز. أحمد سعدون قديم سبحان الله بتلفزيون من ثم أشوف محاضر التأسيسي وأنت موجود وغيرك كان هو موجود عقبهم يعني هو دش بالسبعين ودش بالسبعين يوسف وعمي كرموكم انتم؟ اي نعم انا يمكن ثلاث اربع مرات كرموكم وانا في الخدمه وبعد التقاعد. زين عمي انا سؤال واحد بسالك العم عبد اللطيف صقر ليش مجلس امه اول بالستينات ما كان في استجوابات؟ لا كان في استجوابات لكن يعني قليله جدا يعني في شنو السبب؟ ليش الحين الهبه كلها استجوابات؟ والله هذا حق يعني للنائب يعني دستوريا من حق النائب لو نائب واحد يعني حق انه يتقدم بالاستجواب. هذا شيء يعني أنا دور المسؤولين دور التشريع والرقابة التشريع تشريع قوانين الرقابة اللي هو من ضمنها تقديم استجواب بس أول كانوا يعني ابتدوا فيها الاستجوابات بالسبعين يمكن حتى أول مجلس الستين كان في استجواب كان محمد رشيد استجواب راشد التوحيد استجواب سالم المرزوق كله لا هذا بالسبعين بالسبعين بس في اول مجلس 63 كان محمد رشيد استجوب وزير الشؤون هو منو؟ كان وقته الله يرحمه عبد العزيز الرعاوي الله وبعدين في ناس يعني تقدموا استجوابات راشد التوحيد بس هذه معلومات ذهب راشد التوحيد ايضا نفس الشيء تاريخ الكويت الناس ناسيته بس لا الحين خلصت الحين بسألك عمي بالنهاية ايش رأيك الحين بالخلاف الحالي شنو حله انت عبارة كأنك رئيس منصب والله هو يعني يفترض في كل الطرفين يعني سواء كان الحكومة ولا ما يلتزمون بالدستور بالله يعني الدستور واضح يعني الدستور مادة 50 تأكد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية صح وأيضا القضائية بتاع السلطات وحده مستقله لكن يتعاونون فيما بينهم في خدمه ومجلس الوطني كان نسيبنا زوج عمد من هاشم الرفاعي عبد العز بن سعيد انت كنت موجود فيه؟ موجود والله والمصريين عثمان لحقت عليهم الدكتور عثمان ما
عثمان عبد الملك صالح الكويتي وفي عثمان احمد عثمان وفي السنهوري. لا عثمان الفتاح. لا عثمان الدكتور عثمان مصري كبير مصري هو اللي شارك في اعداد الدستور. الله يعافيك. عمي ان شاء الله تنصحنا شنو؟ يعني الشباب يحبون الانتخابات الحين. لا هو شوف يعني الدستور احنا نتمنى ان يبقى الدستور لان هو عقد بين يعني كل شيوخنا للصباح الكرام وكل شارك في اعداد الدستور يعني صح يعني ما خلى لا شاري دوله والده. اي والله صح يفترض انه حق عليك يعني. يا رب يا رب انه يستمر يعني احنا نتمنى ان الكل يلتزم بالدستور ما يخلي عن اعتبار الدستور هو وانتو فريجكم عمي بالكويت القديمة وين؟ عم عبد سيدي كان في جبلة راشد مبارك الصقر اللي هو بين حسين أبو سماح وبعد أبو سماح يعني كناية للديرة لأنه كان عنده محل وشارك في حرب الصليب. والله وين صارت عمي؟ السعودية ضد مين؟ بين منو منو؟ الحين بين مبارك شيخ مبارك مبارك الصباح ومنو؟ بين أبو صباح وبين يعني بين أيضا القبائل يعني شمر ولا العجمان ولا كان ولا يعني مختلفين؟ هي طبعا اختلفوا على موضوع يعني قبل كان حروب كتب قبل يعني السيطرة على بعض المناطق اللي فيها قبل لا تتأسس الدول وفيها مياه وفيها صح ما شاء الله بطولة العمر. وين سيارتك؟ ما شاء الله يا رب يا رب هذا دير بالك عليه كنز من كنوز دولة الكويت الحبيبة. الله يسلمك. اي والله انتم الاسم الكامل عمي عبد اللطيف سعود راشد الصقر. الله ونعم. هذا مال الوالد بس انجليزي اذا عندك خدامة بتسلم. انا ابوي ملا سعود. الله كان مثل ملا مرشد؟ صبر لحظة. اي والله يعطينا من كتبه. شوفوا يا ناس فايدة اللقاءات. هو يسوق عمي انت السوق ها؟ الحمد لله الله يبشره بالخير. انت ولده؟ ما شاء الله. انت ليش ما صرت امين؟ كان مسكت بالوظيفة. هذا الجيل الذهبي الذي لن يتكرر ان شاء الله يتكرر. اي والله عمي شوف الكتب. والله ملا سعود راشد الصقر. انتو عمي صقر غير عبد العزيز صقر وغير صقر العدليه؟ اي لا لا ما بسرعه. اللي يوسف الصقر كان مدير الطيران المدني. يوسف الصقر انا مر علي ذيك اليوم واحد ملا هذا سبحان الله عبد الحميد هو كان مثل ملا مرشد وملا عبدين. اي هذا ايام قبل ما كنت كتاتيب اقرا اقرا انت يعني اي والله مغطي انا وبعدين مختصر. هو يصير جدك؟ منو؟ هو ملا سعود ابوي. الله والدكم جدي راشد طلبة مدرسة هني في موجود عنه. صح صح ان شاء الله نقرا ونأرخى. هو شنو كان عنده وين كانت مدرسته الكتاتيب؟ هذا جدي راشد. شوفوا يا ناس هذا اللي شارك شارك اخذ لك اخذ. اي لا بس انا بالمعلومات منك انت بعد تقول لي. والله إيه. هذا الملا ابوه. هذا ابوي وهذا اخوي اكبر مني عبد العزيز توفى الله يرحمه. هذا انا ما شاء الله. وهني بيت هني بيتنا في شو اسمه فرج عليوه تعرف إيه أنا معروف وين حفر الزويد. أيوة جبلة ولا المرقاب مرقاب مقابل وين وين العقارات المتحدة صح وين البنك المركزي. أنت عمي إيش رأيك تاريخ الكويت أهمله ولا ما ولا متابعينه؟ لا موثق في وايد كتب في تاريخ الكويت. لا أوه الله رحمهم الله يا رب. أنا نشعرك على سال المضف شلون قلت لك عنه مساء امين عام. اي ذكرته ما شاء الله صار من طار من المضاف. يا رب انهم يصيرون هادين مثلكم. شكرا عمي نتمنى ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. اي والله دعواتكم ان شاء الله الامور كلها تستجيب ويصير يا رب يا رب. اللهم الوالد كان السيد يوسف مرفع يقول اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرا. حياك الله وقف الى الباب. العم عبد اللطيف سعود راشد صقر عدل وهذا والده. شكرا.